السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابع ترند البرنس، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع عارف مشاكر الصحفي، عارف مشاكر وتأكيده وكشف المستور والفساد اللي في ملف مباراة الجزائر والكاميرون. جبت لكم اسم الإيميل بتاعه على الفيسبوك، عارف مشاكر بالإنجليزي، اللي حابب يدخل يتأكد من الفيديو بتاعه والصوت، اللي في ناس كانت بتقول لي انت مغيره الصوت يا ام عمر. طبعا لازم اغير الصوت لان المحتوى ده مش بتاعي، عشان ما يكونش فيه مشكله عندي على القناه. ونكمل مع بعض ومع مشاكره. لا تنسوا الاشتراك ولايك وشير للفيديو، وعليكم التفاصيل. اكد عارف مشاكره في الفيديو بتاعه امس المباشر على الفيسبوك ان يوم 21 ابريل كاين، مش هو يوم الفصل في قضية مباراة الجزائر والكاميرون. قال عارف شكرا ان يوم 21 ابريل هيكون يوم فتح الملف، يوم فتح ملف الجزائر والكاميرون هو يوم 21 ابريل، لكن النتيجة امتى ليس بعد ولم يتم الاعلان عنها.